مرحبا، أنا الدكتور عضو هيئة التدريس كوكاي بوراك آكوش. عملت كرئيس لقسم هندسة الكمبيوتر منذ عام 2018، والذي كان العام التأسيسي لقسمنا. أكملت درجة البكالوريوس في جامعة أكا في تخصص هندسة الحاسوب. أما درجة الماجستير فحصلت عليها من جامعة بوغاز إيجي، وحصلت على الدكتوراه من جامعة تراكيا. منذ ذلك الحين وأنا أعمل في جامعة إسطنبول أيفان سراي. يمكنني شرح قسم هندسة الحاسوب بتقسيمه إلى قسمين، هما قسم الهندسة وقسم الحاسوب. نمنح خريجي هندسة الحاسوب لقب مهندس حاسوب. أما توقعاتنا من مهندسي الحاسوب فهي العمل بالتقنيات الحديثة بطريقة تضع النظرية موضع التطبيق والعمل على حل المشكلات. إذا وضعنا بعين الاعتبار استخدام أجهزة الحاسوب في جميع المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا اليوم، مثل الشبكات الاجتماعية والحوسبة السحابية والمنازل الذكية والمدن الذكية، فإن مهمة مهندس الحاسوب هي القيام بجميع التصاميم والدراسات التي ستجعل هذه التقنيات متاحة. نقص مهندسي الحاسوب كبير جدا في بلدنا وفي العالم، ونحن نقوم بعملنا هنا بسد هذه الفجوة من خلال تخريج طلابنا المؤهلين. يمكننا توضيح الدروس المحددة في 4 فئات رئيسية أساسية في الهندسة، هي الفيزياء والرياضيات والجبر الخطي والمعادلات التفاضلية، بالإضافة إلى دروس أخرى يمكن اعتبارها من دروس القسم، مثل الخوارزميات والبرمجة وأنظمة التشغيل وإدارة قواعد البيانات وإدارة الشبكات. لدينا دروس اختيارية في قسمنا في السنة الثالثة، حيث ندرس مواضيع أكثر تفصيلا مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبرمجة المحمولة في هذه الدروس. أخيرا لديكم دروس اختيارية عامة. هنا أيضا يمكنكم ولأجل التنمية الشخصية والاجتماعية اختيار دروس حول مواضيع مختلفة من أقسام مختلفة في جامعتنا. نستخدم في قسمنا مختبرين أساسيين، الأول هو مختبر ماك، وهو مختبر خاص بأجهزة حاسوب أبل، والآخر هو مختبر حواسيب شخصية. يمكن لجميع طلابنا استخدام هذه المختبرات والحصول على البرامج الأساسية. يجب على طلابنا إكمال تدريبهم العملي مباشرة قبل الوصول إلى الفصل الأخير، إذ أن هذا التدريب العملي يتم من أجل الوصول إلى المعرفة العملية ووضع النظرية موضع التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، فإن طلاب السنة الرابعة لدينا يستعدون للحياة العملية من خلال إعداد مشروع التخرج، خاصة في الفصل الدراسي الثاني. يستعمل برنامج إيراسموس على نطاق واسع في قسم هندسة الحاسوب، كما هو الحال في أقسام جامعتنا الأخرى. يقوم طلابنا بتقديم طلباتهم، ويمكن للطلاب الذين يستوفون المعدل التراكمي المطلوب والتوقعات الأخرى وفقا للقواعد الاستفادة من برنامج التبادل حتى 12 شهرا. حقيقة يمكن لطلابنا العمل في كل قطاع بعد تخرجهم. ما المجالات التي لا يمكنهم العمل فيها؟ فكرت كثيرا لبضعة أيام، لكنني لم أجد أي مجال لا يمكنهم العمل به. يمكن لطلابنا الوصول إلينا مباشرة إذا واجهوا أي صعوبات، حيث أننا نستخدم بشكل خاص تطبيقات الاتصال الفوري بشكل مكثف جدا. يمكنهم الوصول إلينا مباشرة في أي وقت من اليوم وحل مشاكلهم. تقع جامعة إسطنبول أيفان سراي في وسط إسطنبول. إذا نظرنا إلى هذه النقطة من منظور هندسة الحاسوب، فإن قطاع العمل بشكل عام يقع في إسطنبول. من حيث الوصول إلى هذا النوع من شبكة الأعمال، فلدي بالفعل نصيحة واحدة للطلاب في جامعة إسطنبول أيفان سراي. لقد أظهروا بالفعل نجاحا كبيرا في مثل هذه الفترة الصعبة، ويجب عليهم الاستمرار في الثقة بأنفسهم. أشجعهم على القدوم إلى هنا بشجاعة وشغف والاستمرار في العمل معنا. نحن هنا في انتظار المرشحين الذين سيختارون قسم هندسة الحاسوب في جامعة إسطنبول أيفان سراي.